السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق التحديد ثلاث الأبعاد، ونستكمل إن شاء الله تعالى موضوع الكاركتر أنيميشن أو حركة الشخصيات اللي بدأناه في المحاضرات الماضية. طبعا إحنا المحاضرات الماضية أخذنا الكاركتر الموجود أمامنا هذا وعملنا له عملية الريجينج وعملية السكينينج، وشفنا بشكل بسيط جدا في المحاضرة الماضية كيف إحنا ممكن نطبق عليه حركة من فيديو، ولكن هذه الحركة بتكون بالنسبة لنا صعبة إن نعمل فيها حركات كتير، صعب تكون دقيقة، ويعني حتاخذ منا جهد ووقت كبير لأنها هي فريم باي فريم أنيميشن. هناخذ ان شاء الله تعالى اليوم الطريقة الثانية واللي بنسميها موشن كابتشرنج او البي في اتش فايلز. الموشن كابتشر بنقصد فيها عملية التقاط الحركة من الاشخاص الحقيقيين، يعني في استوديوهات تسجيل الحركات بيكون في عندنا أجهزة مطابقة أو مشابهة للجهاز اللي راكب على جسم هذه الفتاة، وكل مفصل من هذا المفاصل عليه مجس حركة. الآن هذا الشخص أو هذا الشخص اللي يعني مركب عليه هذا الجهاز بيقوم بأداء بعض الحركات، والحركات هذه بتم التقاطها وتخزينها على شكل ملفات موشن كابتشرينج بنسميها. الملفات هذه بناخذها في عندنا موقع في موجود فيه عدد كبير جدا من ملفات الموشن كابتشر، الرابط حيكون موجود تحت الفيديو. بنيجي على الموشن بيلدر فريندلي فيرجن، بنفتحه حيعطيني الان قائمه من الموشن كابتشرينج. الان هذه القائمه اي واحد فيهم، طبعا عندي هنا وعندي كمان هنا قائمه ثانيه، كويس لو احنا احتفظنا فيهم. تمام، اي واحد فيهم الان حنزله حيكون عباره عن حركات في مجال معين. تمام، يعني حركات مشي، حركات جراي، حركات شخص نايم وقاعد. فبنلاقي انه كل ملف من هذه الملفات في مجال معين مجمع فيه بعض الحركات في مجال معين، فاحنا بناخذ هذه الحركات بننزلها عندنا. انا هنا عندي مجموعه من الملفات، عندي هذا من 1 لـ 9، عندي من 15 لـ 19 مثلا، الان في عندي من 30 لـ 34، ممكن اجي اعملها اكستراكت. تمام هير، فبالتالي حيعطيني هي يست اول، حيعطيني المجلدات كامله اللي انا شغال عليها. كل مجلد من هاي المجلدات فيه مجموعه من الحركات. الان ممكن يعني نلاقي انه في عندنا مجلدات فيها يعني عدد كبير من الحركات، مش بس حركه وتنتين. لاحظوا الحركات هذه كلها بنسميها حركات موشن كابتشرينج، بنلتقطها وبنستخدمها في البرامج زي برنامج البلندر. طيب نشوف واحد منهم، حعمل فايل امبورت بي في اتش فايل، ونروح هنا ناخذ البي في اتش، ناخذ واحد منهم مثلا هذه الحركه. هلاحظ انه جايب لي بايبد هنا، وهذا البايبد ايش بيتحرك. تمام، هذه الحركة هي المخزنة والمسجلة فيه. طيب كيف أنا ممكن أستفيد من حركة زي هذه الحركة؟ هذا البايب لو عملت له أنا سكيل بالشكل هذا أساس يتلائم مع الحجم، حجم الكاركتر اللي عندي، ما فيش أي مشكلة لو عملت له سكيل. ماسك طبعا أنا الكاركتر اللي عندي معمول له ريجينج، هيو ريجينج جاهز. تمام، بدي اخذ هذا واجي بالارمتشر اعمل له ريست بوزيشن عشان يجي في المركز هذا. تمام، حضغط على 1. الان هذه الحركه بدي الان الكاركتر يكون شكله بالضبط زي هذا. تمام، عشان اركبهم عليه. فلو رحت الان في الاوبجكت مود، ماسك هذا البون سيستم وعمل له جي باتجاه الزد، اجيبه هنا. تمام، احاول قدر الامكان اطابقهم. هذا بعمل له سكيل شويه هيك، واجيب هذا جي باتجاه الزد. هو الفكره انه الملف الحركه الموشن كابتشر يفترض انا ما اعدل عليه، هو بدي اعدل على الكاركتر بحيث يتطابق معه. اعدل على الكاركتر هذا بحيث يتطابق شكله معه، فممكن اعمل له سكيل شويه هيك، واجي اعمل له جي باتجاه الزد، احاول اطابق الايد او اليدين على اليدين بهذا الشكل. حروح على البوز مود وامسك الرجل هذه، طبعا ممكن اجي من هنا او مش في البوز، في الايديت مود اعمل اكس اكسس واعمل له روتيشن، او طبعا هو يفترض لما انا اجي اعمل حركه
احرك معاي الكاركتر زي هيك، هاي روتيشن في البوز مود وهاي روتيشن في البوز مود، تمام. هاي الفكرة، انه انا بدي اخليهم تقريبا الاثنين متطابقين، واضح؟ طيب الان هذا الكاركتر بدي ارجع انا للاوبجكت مود وجي ارجع باتجاه الواي، لورا شوية بالشكل هذا، تمام. يعني الان صاروا الاثنين متطابقين، يعني انا استفدت من الريجنج اللي انا عملته بتطابق الشخصيتين مع بعض. الان بشكل بسيط جدا، هاي في الاوبجكت مود بدي احافظ على الشخصيه هيك شكلها، تمام، لكن البون هذا بدي احذفه. الان لو عملت ديليت للبون بلاحظ انه الشخصيه رجعت زي ما كانت، واقفه في المكان هذا. لا، انا ما بدي اياها تكون في المكان هذا، تمام، بدي اياها تكون هنا زي ما احنا عملناها بالشكل هذا بالطريقه هذه، واضح؟ طيب كيف هذا الكلام بدنا نعمله؟ بدنا نيجي نمسك، ممكن انا اجي للبون سيستم هنا اعمله انسلكتبل، ماشي، والبون سيستم هذا انسلكتبل. طبعا هذه الاشاره، طبعا انسلكتبل يعني ما بيتحدد، هذه الاشاره اذا مش موجوده هنا باجي على الفلترز هنا بتكون مطفيه بشغلها، تمام. طيب الان بدي امسك كل الشخصيه هذه، بدي اروح على الموديفايرز، هيها بدي اروح على الموديفايرز في ارميتشر بدي اطبقه، لانه هو اللي عمل عندي التغير. في عندي برضه على الملابس عنده ارميتشر بدي اعمل له ابلاي، في عندي كمان على الشيرت تبعه بدي اجي على الارميتشر نفس الفكره بدي اعملها ابلاي، في عندي كمان الشوز ارميتشر ابلاي، اي شغله عندي هنا عليها الارميتشر بدي اعملها ابلاي، تمام. طيب وهي هذا كمان العين ابلاي، وهي العين الثانيه اذا الها ارميتشر ابلاي، واضح. هيك انا بكون عملت ابلاي الهم. لو انا رحت الان فشغلت وحددت وعملت ديليت، هي احتفظ بالبوز تبعه، تمام، الشكل. يعني لو طلعت انا من واحد هيك حددتهم كلهم وعملت جي باتجاه الزد وبرجعه تاني بهذا الشكل زي ما شفنا من شوية، تمام. طيب ممكن انا هالوقت ارجع للبون هذا، يمكن بده شوية هيك سكيل خفيف جدا، وهذا كله خليني اطفي البون واحدد كل الاوبجكت بدون البون، اعمل له جي بهذا الشكل بحيث انهم يعني قدر الامكان يكون في تطابق، جي باتجاه الزد طبعا يكون في تطابق. طيب هنا احنا تقريبا نحكي انهم تطابقوا مع بعض، بتطلع من ثلاثة احدد الكاركتر جي باتجاه الواي واقربه هيك قدر الامكان، خلصنا، تمام. طيب ايش حنعمل؟ حشغل البون، حنحدد الشخصية كلها شيفت والبون يكون هو الاكتيف، كنترول بي with automatic weights، هيك توزنوا بشكل صحيح يفترض، تمام. طبعا بغض النظر في عندي انا بالشخصيه هذه يفترض يكون، يعني انا بدي ادور على شخصيه بيرفكت اكثر، تمام، بحيث انه يجي منطقه اللي هو الحوض لتحت، تمام. لكن انا الوقت بدي اخذ الحركه منها، بدنا نتعلم الحركه، نرجع على الارميتشر ونعمل بوز ونطفي ونرفع من ان فرونت ونشغل نشوف الحركة. هاي الطفل بلش يمشي، تمام، هاي حركة المشي وانا طبقتها عليه. طيب بدي اجيب عليه حركة تانية، هل كل ما بدي اجيب حركة بدي اعيد هذا الكلام نفسه؟ لا، حاجي اعمل فايل امبورت ل بي في اتش فايل وبدي اخذ حركة تانية، نشوف عجبان الحركة، هيو بنط، تمام. طيب هنا ايش هعمل؟ حاجي على دوب شيت انا محدد الكاركتر الجديد وبدي الاكشن اديتور واحكي له سمي لي حركته هذه مثلا جمب، هذه الحركة انا بدي اياها جمب،
حركة الجمب بدي أخذها على الكاركتر هذا الآن، بدي أقول له طبق لي الآن حركة الجمب. نشغل أخذ حركة الجمب، أو بدي برجع لحركته الأصلية، هاي حركته الأصلية. فبالتالي بصير أنا من هنا أخذ الحركة اللي بدي إياها وأشغلها. طيب بدي أجيب هالوقت، بنروح على بس شغلة هنا في الريندر، في الأنيميشن احنا شغالين على، تمام شغالين على 24 فريم بير سكند، نعمله مثلا على 30 فريم بير سكند ونشغل. تمام هاي الحركة. طب لو عملته هنا على 60 فريم بير سكند، هلاحظ انه الحركة صارت اسرع. تمام حركة الشخص هذا صارت اسرع هو بفضل هذا الكلام. بيجي لما انا استورد، لما انا استورد هذا الملف في البي في اتش، انا بدي ارجعها على 30 فريم بير سكند واعمل فايل امبورت بي في اتش فايل جديد. ماشي خلينا ناخذ من جروب ثاني مثلا، هذه بدي اياها قديش الفريم ستارت، من وين تبلش حركتها، من اي فريم. اذا انا بدي اعمل حركه وراها حركه، تمام ممكن من هنا انا اخليه يكمل حركات، تمام من فريم 100 من فريم 50. الاف بي اس سكيل يعني يطبق لي اياها مع الفريم بير سكند الموجوده عندي في البرنامج. اذا بدي لوب تضل الحركه تضلها تتكرر، باجي من هنا بعملها لوب. وهي import bvh file، هي نفسه حاجة على الدوب شيت وأسميه. نشوف إيش هي الحركة بالأول بجراي. تمام هاي walking مثلا، وباجي على الكاركتر تبعنا على الأرمتشر وبعطيه حركة اللي بدي إياها الحركة الجديدة وبنشغل. تمام هيك انا بقدر اسير اخذ حركات من البي في اتش فايلز واطبقهم على الشخصيه اللي موجوده عندي. لكن الملاحظه الاهم انه لما انا اجيب الشخصيات وبدي اطبقهم مع بعض، هذه الشخصيه بس الحاجه الوحيده اللي ممكن اعملها اياها حاجه بعد ما انا اجي على الاربيتشر واعمل له ريسيت عشان ترجع هنا، ممكن اعملها فقط سكيل. اما انه انا ابدا احرك في النقاط هذه، اكبرها اصغرها ابعدها اقربها، هذا حتعمل لي مشكله. ممكن بس ان المفاصل هذه ممكن، اما الرجلين والايدين بنبعد عنهم في اي تحريك ما عدا السكيل. تمام يعني ممكن بس هذه المنطقه، يعني مثلا في البوز اجي احدد هذول التنتين واعملهم جي في الايديت، عفوا جي باتجاه الزد. تمام احركهم ها بالشكل هذا. اما انه الرجلين هذول اي حركه شمال ويمين ممكن تخرب الحركه اللي عندي بشكل كبير جدا. فبدنا نتعب بس في التركيب، نتعب في الاول في التركيب وبعدين بنصير نركب الحركه اللي احنا بدنا اياها. حاولوا تجربوا ملفات البي في اتش وتصنفوهم عندكم وتحتفظوا فيهم، مهمين جدا جدا لحركه اي شخصيه طبعا انسان يعني. ان شاء الله تعالى في المحاضره القادمه راح نتعلم كمان طريقه للتحريك، برضو طريقة بتسهل علينا عملية التحريك في الكاركترز. يعطيكم العافية.